الرحيم. اليوم الأحد 28 يناير 2024 كيتقام المؤتمر الإقليمي لحي الحسني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طبعا بعنوان أو تحت شعار إصلاح القوانين الانتخابية مدخل للحكمة الترابية، مدخل للحكمة الترابية. طبعا كتجي في إطار الدينامية الحزبية ديال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ناحية الهياكل الإقليمية، واللي اليوم كنشوفوا واحد الدينامية من قيادة الحزب اللي كنتمنوها طبعا كمناضلين ومناضلات على مستوى المنطقة الحي الحسني، واللي إن شاء الله كنأملوا أن المؤتمر ديالنا إن شاء الله تكون عنده مخرجات اللي كتوافق مع حتى المتطلبات ديال الساكنه، وتكون عندنا مجموعه من الاراء اللي كتتعلق بهذه المساله هذه، اضافه الى انه نحاول نتمنوا المجهودات وبعض الاصلاحات الجوهريه اللي كتعرفها البلاد في الفتره الحاليه. وكنعتقد ان القوانين الانتخابيه ما من شانها الا فعلا تجويد العمل السياسي، وما من شانها الا الحفاظ على الحكامه ترابية ورفع مستويات الشفافية. إذن اليوم الدور ديالنا كأحزاب سياسية وبالضرورة احنا كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو أننا نكون أولا رائدين ومثابرين ومتمنين كل المجهودات وكل المبادرات التي تتعلق بتنزيل الحكامة وبآلياتها. واليوم إن شاء الله بحضور الأخ الكاتب الأول سيد إدريس الشكهر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي إن شاء الله سيلقي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، والتي نأمل إن شاء الله أن نكون مؤتمرنا هذا مؤتمرا تسوده طبعا روح الديمقراطية الذي نتبناها كلنا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأيضا أن نكون مخرجاته تتوافق حجم الاحتياجات ديال المواطن المغربي وبالضرورة وبالخصوص طبعا ساكنة منطقة الحي الحسني.